يا سلام يا سلام، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دود سبورتي، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب الدود سبورت. حلقة اليوم وملخص لقاء الزمالك والبنك الاهلي، والبنك الاهلي يسحب، الزمالك يسحب رصيد البنك الاهلي من المكانات ويخطف منه 3 نقاط غاليين علشان يصل للنقطة 24. بس قبل ما نخش على الملخص عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 5000 لايك. يا عم انا مصمم على 5000 لايك، بنجح بيكم ودعواتكم باذن الله تعالى. اكون دايما عند حسن ظنكم، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك مبروك لجمهور الزمالك العظيم والعظمه لله عز وجل. ثانيا مبروك لعيبه نادي الزمالك، فوز غالي النهارده. يا كابتن دودي هي ضربة الجزاء، ضربة جزاء قسما برب العزة، قسما برب العزة ضربة جزاء مؤكدة. وانا بقول لك خدها مني بضمان التعليق العربي علشان احنا شايفين كل شيء. طب قول لي الاحتواء اخباره ايه من ناحية ايه؟ كابتن محمد عادل الهدف الثاني اللي الراجل مغطي بخطوتين والراجل اتحسبت اوفسايد، ولا في حد يتناقش ولا رجع للكلام ده كله علشان قرار الحكم هو اللي بيمشي في الاخر. والنهارده مين؟ محمد عادل اللي ما بيعرفش ابوه. يعني النهارده فوز غالي لنادي الزمالك على البنك الاهلي بهدف خطف كده وموام، اخطف واجري بمعنى الكلمه علشان يصل لنقطه 24 ويكون في المركز ال 12 زي ما هو، علشان النادي الاهلي 24 في المركز ال 11. كوبايين الكره المصريه ورا بعض، كسب الاسماعيلي بالامس، النهارده الزمالك كسب البنك النهارده. اثنين افريقيا، ده دوري ابطال افريقيا، والتاني نهائي الكونفدراليه، يعني الاثنين المود ماشي دايما مع بعض، والاثنين دايما بيحبوا بعض علشان بيكونوا كلهم الاشياء الاساسيه مع بعض. النهارده عم جوزيه جوميز بنتكلم في بدايه التشكيل اللي النهارده عايز اتكلم عليه ومش هطول عليكم. النهارده جوزيه جوميز يا جماعه بيلعب عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر، ثلاثه في قلب الملعب عاملين كده، عاملين زحمه في الحته دي. ليه؟ علشان دونجا بيلعب لوحده على الدايره. ليه؟ علشان في ثلاثه بيخدموا غير زيزو والتشكيل من بدايته غلط. ليه؟ علشان لما اجي ابدا بتندي بندارين اذا كان محمد شحاته ولا دونجا، العب قدامهم عبد الله السعيد او احمد حمدي، والعب على اليمين اريح مصطفى شلبي، والعب بنصر ماهر واحمد سيد زيزو، وابدا بمهاجم صريح، ما ابداش بمصطفى شلبي اللي انا العبه فيرويد النهارده الشوط الاولاني لحد مصطفى شلبي ما اتصاب. انت ما بتلعبش بمهاجمين اطلاقا، مش عارف تجيب جول، مش عارف توصل للمرمى، مش عارف تعمل شغل من تحت علشان تروح تجيب جول، مش عارف. كل ده صعوبه كبيره جدا بتقابلك في الحته الهجوميه من الناحيه دي علشان مش قادر اوصل للجول، مش قادر اوصل لل 18 علشان ما معيش مهاجم. مريح بره سامسون اكلونا، طبعا مريحه بره علشان ما فيش فراوده، بيلعب مصطفى شلبي وطبعا ناصر ماهر واحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، اتنين دمندارين، دونجا واحمد حمدي. يعني تشكيل غلط من بدايته غلط، وابدا النهارده بالزناري ويتصاب وماشي بحساب عبد المجيد بشكل كويس. يعني النهارده شابوه عمر جابر بشكل غريب جدا، احمد فتوح بعيد تماما عن مستواه اطلاقا جدا جدا جدا، بس احنا بنقول الحمد لله الحمد لله على مكسب اليوم وتلاتة بونت غاليين يفرحوا جماهير نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك. شابوه جمهور نادي الزمالك العظيم والعظمة لله. أنا بقول لك خدها مني بضمان التعليق العربي، طول ما أنت معاك جماهير في مصر كلها كوباية كرة مصرية، الأهلي والزمالك، جماهير الأهلي تحرك الحجر وتشيله من مكانه بصوتها، أيضا الزمالك تحرك المحيط الأطلنطي وتحرك الدنيا بصوتها. كوباين الكره المصريه اعلى كيان كره مصريه في الوطن العربي،
وفي افريقيا وفي كل شيء علشان دول اسمهم كوبايه الكره المصريه. مبروك للزمالك، فوز مهم جدا بثلاث نقاط غاليين بهدف مقاتل من ضرب الجزاء مؤكد 100%. كابتن محمد عادل فعلا قراره في ضربة الجزاء بما يرضي الله عز وجل، ضربة جزاء مؤكدة وبإذن الله تعالى. وبس كده اكون وصلت لحلقة حلقتي، بتمنى من الله يكون الملخص عجبكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى 5000 لايك. بنجح بيكم وبدعواتكم ليا، بكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني غدا في حلقة نارية فيها جميع المفاجآت، محدش يغمض عينيه من ملعب الدود سبورت. بشكركم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.